معنا عبر الهاتف الصحفي احمد ماهر، مرحبا بك معنا. ما المعلومات المتوفره لديكم عن الانفجار الذي وقع فجر اليوم في مدينه الشيخ عثمان بعدن؟ اولا مساء الخير عليكم وعلى كافه مشاهدين القناه الكرام. ثانيا الانفجار الذي وقع في مدينه الشيخ عثمان هي انفجار لقنبله صوتيه اثرت الى اصابه صاحبها واثارت الذعر في اوساط المواطنين، ولكن ما نشهده في عدن من تجديد امني ومن لف انظار العالم اجمع الى العاصمه المقدسه عدن في ظل تواجد القوات الشرعيه والمجلس الرئاسي والحكومه الشرعيه وكافه معظم قيادات الدوله في العاصمه المقدسه عدن. امر طبيعي ان ينتج مثل هذه الاحداث الذي يريد من خلالها ارسال صوره سيئه على عدن او على الجهات الامنيه في عدن، ولكن الوضع الامني في عدن مستقر وهناك تهديدات امنيه كبيره في كافه المديريات وكافه الاحياء، وهناك خطه امنيه لحمايه كافة القيادات الموجودة في عدن، ولكن هذه الأحداث الشاذة التي وقعت وقد تابع أيضا أحداث أخرى يريدون من خلالها تشويه صورة عدن، ولكن عدن الآن في إطار خطة أمنية محكمة وفي إطار وضع أمني مشدد، ونتمنى أن يستمر هذا التجديد الأمني حتى لا نسمع أي قضايا أخرى مثل هذه الأعمال الإرهابية إن كانت بالخطأ أو إن كانت غير بالخطأ، ولا نريد عدن إلا أن تكون آمنة مستقرة لأنها عاصمة اليمنيين الشرعية ويتكف فيها أنظار العالم أجمع.